السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن اول حصة في التيومرز. والتيومرز الحقيقة من المواضيع اللي جميلة قوي لو عرفت البيز بتاعتها. يعني انا ان شاء الله في الحصة دي هنعمل بيز هنكررها في كل تيومرز. طول ما احنا ماشيين هنلاقي الموضوع سهل جدا جدا، والتيومرز دي ممكن يعني تقفلها كده في حصتين تلاتة اربعة، بحيث الموضوع يبقى سهل وواضح في دماغك. المهم ان يبقى فيه بوينتس انت بتدور عليها في كل تيومر وبتجاوب على البوينتس دي، وبالتالي انت خلصت الدرس او خلصت التيومر المعين ده. طيب نظام الامتحان ايه دلوقتي؟ نظام الامتحان ان هو كيس وبيسألني عليها انها غالبا بقى تيومر. يعني احنا في موضوع تيومر ان هو هيجيب لي كيس الدياجنوز بتاعها تيومر، انت هتتعامل ازاي مع التيومر ده. فاحنا نشرح بالطريقة التقليدية الأول، وبعد كده نرجع نشوف ان الكيس هتمشي بعكس الطريقة التقليدية. يعني لو احنا ماشيين باثوي معين، definition, clinical picture, investigation و treatment وهكذا، diagnosis, investigations و treatment والكلام ده، لا احنا هنمشي بالعكس في الكيسز. طيب ايه الباك بون بتاع التيومر؟ كلمة تيومر يعني ماس. الماس دي يا اما تكون بناين يا اما تكون malignant. بعد كده في عندنا سكيما معينة للتيومرز مختلفة شوية عن بقية الدروس هنمشي عليها في بقية المنهج. ايه هي؟ ان عندي حاجة اسمها etiology. الاتيولوجي ده بيحمل في طياته risk factors. risk factors دي عبارة عن دراسات عملوها ناس بقالهم مدة طويلة قوي. والله قالك مثلا الريس الوايت ريس التيومر ده بيجي فيه اكتر، مش عارف النالي بارا يعني اللي ما خلفتش كتير او اللي مش مخلفة التيومر ده بيجي فيها اكتر. يبقى ده الاتيولوجي وجواه الريسك فاكتور. بعد كده كلمة باثولوجي. كلمة باثولوجي يعني انا لو اتفرجت على التيومر ده في جار يبقى شكله ايه. يعني ايه في جار؟ يعني اتفرجت على التيومر ده بعناية كده ماكروسكوبيك بيكتشر هيبقى عامل ازاي. هيبقى كلكيعة مدورة ولا كلكيعة ألسر ولا كلكيعة عامل انفلتريشن في التيشو ولا ايه بالظبط. ده كلمة ماكروسكوبيك. بعد كده مايكروسكوبيك. مايكروسكوبيك ده يعني نوع الخلايا اللي عاملة التيومر ده، هل هي ستراتوفايدس كوميس ابيثيليوم متجنن، هل هي ادينو يعني خلايا ادينو ميوكاس سيلز واتجننت، خلايا بتطلع افراز واتجننت، عبارة عن ايه بالظبط المايكروسكوبيك بيكتشر بتاعها. بعد كده كلمة سبريد. وكلمة سبريد دي بتبقى موجودة في المالجننت تيومر. واول ما كنا بنقول سبريد في الباثولوجي على طول بنطلع ثلاث صوابع ونقول يا دايركت يا لمفاتيك يا بلاد على طول كده. بعد كده بعد السبريد في مصطلح اسمه ستيجنج، مهم قوي، وهو ده تقريبا اغلس جزء بس ان شاء الله هنحله ويبقى بسيط جدا جدا في التيومرز. ايه كلمة ستيجنج ده؟ هو نظام او اسلوب طلعوه الدكاترة بتوع التيومرز علشان يقولك والله انت لو لقيت التيومر ده واصل للمرحلة الفلانية دي عالج بالطريقة الفلانية دي، لو لقيت واصل لمرحلة اتنين عالج بالطريقة الفلانية دي. يبقى هو مش حاجة اخترعوها علشان يصعبوا علينا ان احنا نحفظ التيومر، لا، الستيجنج ده هو وسيلة لي ان انا اقول والله التريتمنت في الحالة دي هيبقى كذا بناء على دراسات اتعملت وقالوا فعلا ان التريتمنت ده هو افضل حل للتيومر لو كان في المرحلة دي. ده كلمة staging. طب التريتمنت بتاعي، التريتمنت بتاعي طبعا بعد ما الستيجنج حدده هيبقى متوجه لايه. عندي frankly said او نظريا ممكن اقول theoretically said ان التريتمنت بينقسم الى بروفيلاكسس اللي هو avoidance للريسك فاكتورز، وده للي ما عندهمش التيومر او لحد عنده low grade من التيومر اللي هي hyperplasia. زي ما هنشوف في عندنا درس اسمه endometrial hyperplasia وفي عندنا درس اسمه cervical intraepithelial neoplasia CIN، دول قبل مقلب كارسينوما وفي تعامل معاهم بروفيلاكتيك. طيب بعد كده التريتمنت عموما في اي حاجة في الدنيا يا اما ميديكال يا اما سيرجيكال، يبقى بروفيلاكتيك وميديكال وسيرجيكال.
طيب الدايجنوزز والتشخيص بتاعي، ودي الكلمة المهمة جدا 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 يا شباب عندي. ليه؟ لأن فيها حاجة اسمها سكرينينج، وهو early detection of disease، early detection للتيومر، وده مهم قوي 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 في tumors of gynecology. early detection مهم جدا، لأن كل تيومر هنعدي عليه هنشوف انه ليه سكرينينج تيست معين، او ليه حاجة بكشف عليه مبكرا. واحنا عارفين طبعا ان اي تيومر تم اكتشافه مبكرا خصوصا لو كان مالجنا طبعا، ده بيبقى حاجة ممتازة جدا جدا في البروجنوزيز اوف ذا ديزيز. وبعد كده عشان اشخص بعد الايرلي ديتكشن السكريننج تيست، السكيما بتاعتي هيستوري واكزامينيشن وانفستيجيشنز. والانفستيجيشنز لو حبيت تقسمها كمان وتمشي سيستماتيك بدماغك في اي درس، الاكزامينيشن بتاعي يبقى جنرال ولوكال، والانفستيجيشن بتاعتي تبقى لابوراتوري وايمجينج وانفيزيف. لابوراتوري سي بي سي اي اس ار مثلا، اي حاجه تانية، صوره دم اللي هو النيوتروفيل كاونت، دي حاجات اسمها لابوراتوري معامل. وبعد كده ايمجينج، اعمل تشيست اكس راي، اعمل الترا ساوند، اعمل سي تي سكان، ام ار اي، ده ايمجينج. بعد كده المرحلة التالتة الانفيزيف، وهي البيوبسي، ان انا ادخل واخد بيوبسي وابعتها للمعمل عشان يقول لي ده ايه بالظبط. يبقى الاسكيما بتاعتي بتاعت اي مرض يا شباب ومن ضمنهم التيومرز، دايما تبقى بالنسبة لك الحل عبارة عن fill in the spaces. انا دلوقتي بيقول لي how to diagnose او how to treat كذا، how to treat كذا دي، يبقى انا هعالج كلمة كذا دي. هل في بروفيلاكسس للتريتمنت اوف كذا؟ واجاوب على السؤال، لو في اكتبه يبقى بروفيلاكتيك تريتمنت باي كذا كذا كذا. هل في ميديكال تريتمنت للديزيز كذا الفلان فلاني؟ يبقى اكتب ان في مثلا ميديكال تريتمنت، اكتبه كله. سيرجيكال تريتمنت موجود للمرض كذا كذا، اكتب السيرجيكال تريتمنت. طيب هاو تو دايجنوز كذا كذا، الدايجنوزز بتاعي بالهيستوري، والله باي ذا هيستوري جيفن ان ذا كيس the most probable diagnosis is كذا. بعد كده by examination، ال examination general، حتى لو مش مكتوب في الدرس ان في مثلا disease الفلاني مش مكتوب له general examination، انت اكتب له by examination generally، انا ممكن الاقي على العينة كذا، local هلاقي على العينة كذا. وبعد كده ال investigation، وزي ما قلنا ال investigations ثلاث حاجات، يا اما لابوراتوري، يا اما ايمجينج، يا اما انفيزيف انفستيجيشن. كده الدكتور وهو شايفك بتجاوب، او هو شايفك بتجاوب في الشفوي او في الريتن، يعرف ان انت فاهم وان انت عندك سيستم ماشي عليه. انت مش بتسمع الدرس، لا، انت عندك سيستم وبتطبق السيستم ده على الدرس مش العكس. ده كده بدايه احب احطها في التيومرز، ان شاء الله هنكمل عليها بقيه التيومرز. طيب القاعدة التانية، ان زي ما قلت لكم في الاول خالص، جميع البيزك ساينس اللي احنا خدناها من اول اناتومي للهيستولوجي الامبيرولوجي بيخدموا عليا في المنهج. هنا برضو الاناتومي هيخدم عليك. هيخدم عليا ازاي يا دكتور؟ يعني انت عندك الجينيتال تراكت عبارة عن الفالفا، بعد كده تطلع لفوق تلاقي الفاجينا، بعد كده تطلع لفوق تلاقي السيرفكس، بعد كده تطلع تلاقي اليوترس او البودي اوف ذا يوترس، وبعد كده الفالوبيان تيوب، وبعد كده الاوفري. الاناتومي بيخدم عليا. معنى كده ان انا وانا ماشي هشرح لك يعني ايه تيومرز اوف ذا فالفا، وتيومرز اوف ذا فاجينا، وتيومرز اوف ذا سيرفكس، وتيومرز اوف ذا يوترس، وتيومرز في الفالوبيان تيوب، وتيومرز اوف ذا اوفري. هو ده المنهج بتاع التيومرز اللي عندنا. طيب هنبدأ بإيه المرة دي؟ هبدأ بحاجة سهلة وبسيطة وبالبناين تيومر الشهير جدا جدا الكومن قوي في الفيميلز اللي هو الفايبرويد. طب ليه هتبدأ بالفايبرويد يا دكتور؟ لأنه موضوع مهم وبتسأل كتير، وكمان علشان أبين لكم إن الموضوع أبسط مما تتصوروا في التيومرز. لما نيجي نتكلم عن الفايبرويد تيومر، الفايبرويد ده الديفينيشن بتاعه ان هو benign tumor في المايوميتريوم. طيب الكومبوزيشن بتاعه ايه؟ عبارة عن، من اسمه فايبرويد يا شباب، يبقى الكومبوزيشن بتاعه عبارة عن ايه؟ عبارة عن fibrous tissue و
smooth muscles. ايه اللي محتاج اعرفه في الديفينيشن كمان؟ ان ده الكومنست فيميل بلفيك سويلنج. التيومر ده كتير قوي في الفيميلز، ولكن السيمتوماتيك منهم قليل قوي. السيمتوماتيك منهم قليل قوي، الكلمه دي مهمه. نيجي بعد كده زي ما قلنا في التيومرز هنمثل الاتيولوجي او الريسك فاكتور. هنا الاتيولوجي او الريسك فاكتور هو زياده الاستروجين، هايبر استروجينيميا، هايبر استروجينيميا. طيب السن اللي بيجي فيه قد ايه؟ تقريبا من 30 الى 40 سنه. طيب وبعد كده ان النالي جرافيدا او لو باريتي. ليه؟ علشان كده الفتره اللي معرضه ليها الفيميل سواء كانت نالي جرافيدا او لو باريتي للاستروجين اكتر، فدي هايبر استروجينيميك ستيت، فيبقى عندهم الفايبرويد اكتر. طب الريس دارك ريس اكتر. ده كده كاتيولوجي. نيجي الباثولوجي. الباثولوجي عندي نبص على الرسمه دي، ان عندي الموست كومن تايب اوف فايبرويد هو الانترستيشيال فايبرويد. يعني ايه انترستيشيال؟ يعني التيومر بالكبسول بتاعته بكل حاجه موجود جوه المايوميتريم. هو تيومر طالع من مايوميتريم، يبقى هو موجود جوه المايوميتريم. بعد كده عندي السب سيروس او السب سيروزل، وبعد كده عندي السب ميوكس. دول كده موجودين فين؟ موجودين في البودي اوف ذا يوترس. البودي اوف ذا يوترس نسبتهم تعمل كام؟ تقريبا 95% بيبقوا موجودين في البودي اوف ذا يوترس او الكوربورال تيومرز. دي مسمى تاني للتيومرز اللي موجوده في البودي اوف ذا يوترس. يبقى في البودي اوف ذا يوترس يا اما اكون في الانترستيشيوم، يبقى انترستيشيال وده الموست كومن، يا اما اكون سب سيرس يعني ناحيه البريتونيوم، يا اما اكون سب ميوكس يعني ناحيه الاندوميتريال كافيتي، يا اما اكون بعد كده سيرفايكال وده البارت الثاني من اليوترس. والسيرفكس هنا لو التيومر كبر في السيرفكس بيعمل حاجه مهمه اسمها بارل شيبد سيرفكس، وهنقول ديفرنشال دايجنوزز ليها بعدين. بارل شيبد سيرفكس، وممكن ينزل لتحت ويعمل لي حاجه اسمها سيرفايكال بوليب. سيرفايكال بوليب. طب والنوع الاخراني انترا ليجامنتري فايبرويد، وده نسبته قليله قوي 1% بس. دي كده انواع الفايبرويد من حيث تواجدها. طيب ايه المعلومه الباثولوجي اللي انا لازم اعرفها كمان؟ ان في بلاد سبلاي بيبقى داخل ليه الفايبرويد تيومر عن طريق الكبسول بتاعته. يعني لو رسمت التيومر اهو، البلاد فيسلز اللي هرسمها بالاحمر دي هي اللي بتعمل سبلاي ليه، وفي شويه بقى حاجات بتعمل كده اللي هو السبلاي للتيومر. وبناء على من الرسمه دي بلنا ان الجزء اللي جوه فيه التيومر is more liable for degeneration. يعني ايه؟ لان البلاد سبلاي بتاع السنتر بتاع التيومر اقل من الاطراف، فبالتالي degeneration is more liable فين؟ في السنتر، او لو هتحصل changes زي ما هنقول عليها بعد شويه هتبقى موجوده في السنتر of the tumor. بعد كده يا شباب الكونسيستنسي بتاعه بيتراوح من الفيرم الى الهارد الى السوفت، يعني بياخد كل الدرجات. فيرم ده الطبيعي بتاعه عشان اللي جواه فايبرس تيشو، فبالتالي هيبقى فيرم. لو عايز تعرف الكونسيستنسي بتاع الحاجه بنشبهه على جسمنا احنا، عايز تعرف الهارد امسك الماستويد بروسيس، عايز تعرف الفيرم امسك الحته اللي في الودن الكارتليج بتاع الاير، ده الفيرم. عايز تعرف السوفت امسك الاير بنا، هو ده السوفت. التيومر الفايبرويد ممكن يكون فيه لو كان طبيعي ما فيهوش اي تشينج هيبقى فيرم، ممكن يكون هارد لو حصل عليه كالسيفيكيشن فيبقى زي البون، ممكن يبقى سوفت كمان لو في فتره الحمل زي ما نشوف عشان بلاد سبلاي بيكتر قوي، او في ديجنريشن للسنتر بتاعه زي ما هنشوف للتشينجز حالا ان شاء الله. والكات سيكشن بتاعه احنا واخدينه في الباثولوجي ان هو وورلي ابييرنس. من الكلام ده كله انا مش محتاجك تعرف الا ان الاغلبيه
بتاعة الفيبرويد انترستيشيال بنسبة تقريبا 60%، وأقل نسبة هي الانترليجامنتري. ولما بيجي في السيرفكس بيعمل حاجة اسمها بارل شيبد سيرفكس وليه ديفرنشال دايجنوزيس. بعد كده يا شباب تعالوا نبص على الرسمة الجميلة قوي دي. دي بتبين لك السكندري تشينجز او الباثولوجيكال تشينجز اللي ممكن تحصل للفيبرويد تيومر. طب انا بعرف التشينجز دي ليه؟ علشان التشينجز دي بتأثر على يا اما الشكل الباثولوجيكال يا اما على الكلينيكال اكزامينيشن بتاعي. زي ما شفنا لسه من شوية قلنا ان الطبيعي في الفيبرويد تيومر انه يكون فيرم، ولكن ممكن يكون هارد زي لو حصل اي كالسيفيكيشن، زي ما هنشوف ان ده سكندري تشينج، او يكون سوفت زي ما هنشوف حالا. طيب التشينج الاولاني حاجة اسمها بالترتيب، هنحفظها كده بالترتيب مع بعض هتلاقيها سهلة جدا. رقم واحد هيالاين دي جينيريشن. احنا قلنا البلاد سبلاي بتاع الفيبرويد تيومر جاي من الكبسول بتاعته، فالسنترال بارت بيبقى مور لايبل فور دي جينيريشن. فلما بيحصل له السنترال بارت بيحصل له دي جينيريشن بيبقى ميكسوميتس، والحتة اللي في السنتر السنتر هيبقى سوفت وواكسي في ميكسوميتس تشينج. فده اول تشينج اللي اسمه الهايلاين دي جينيريشن. تيجي بعد كده الهايلاين ده يبقى فيه فلويد، يبقى اسمه ايه؟ سودو سيستيك دي جينيريشن، اللي هي الدايرة رقم اتنين. لو الدايرة رقم واحد عملتها لكم بالطريقة دي عشان تسهل عليكم الحفظ، لو الدايرة رقم واحد هي الهايلاين تشينج، في السنتر بتاع الهايلاين تشينج ممكن يحصل حاجة اسمها سودو سيستيك دي جينيريشن. تيجي بعد كده بما ان البلاد سبلاي بيدخل للتيومر عن طريق الكبسول بتاعته، فالبلاد فيسلز دي ممكن تكاري فاتي اسيدز. الفاتي اسيدز دي لما تترسب وهكذا ممكن يحصل حاجه اسمها فاتي ديجنريشن او فاتي تشينج. الحاجات من واحد لتلاتة، رقم واحد اللي هي الهايلاين والسودوسيستيك والفاتي تشينج، دول يخلوا التيومر مور سوفت. نيجي بعد كده الفات ده ممكن يحصل عليه ديستروفيك كالسيفيكيشن وتبقى التيومر يتحول الى هارد، اللي هي الدايره رقم أربعة. نيجي بعد كده التشينج رقم خمسة، وده مهم جدا جدا، اللي هو اسمه ريد ديجنريشن او ريد تشينج. وده ايه اهميته؟ ان ادي الفايبرويد تيومر الجزء اللي جوه هيموت، هيحصل فيه نيكروزز. الاهميه بتاعته ان هيدي بريزنتيشن جامد قوي في وقت البريجننسي. الايتيولوجي بتاعه ايه؟ ان البريزنتيشن بتاعه بيبقى جاي بسيفير ابدومينال بين مع فوميتنج مع فيفر. الحاجات دي كلها بتحصل ليه؟ علشان الريد ديجنريشن ده. طيب ده بيحصل عشان ايه؟ لما الفاسكولاريتي تزيد خالص، خاصه في فتره مثلا زي فتره الحمل البريجننسي، ايه اللي بيحصل؟ بيبقى فيه هايبر كواجلابيلتي. الهايبر كواجلابيلتي دي ممكن تعمل نيكروزز في السنتر بتاع التيومر، ولما يحصل النيكروزز ده يا شباب يبقى بريزنتد عن طريق سيفير بين والفوميتنج والفيفر، وساعتها لازم اتصرف مع الفيميل دي كونزرفاتيف. يعني ايه يا دكتور كونزرفاتيف؟ يعني اتصرف معاها بالانالجيزيا وي بيد ريست، وديها فلويدز وكورتيكوستيرويدز. دي كلها حاجات لازم اتصرف معاها بيها. يبقى التريتمنت بتاعي كونزرفاتيف وملجاش ليه السيرجيكال تريتمنت الا لو الميديكال يعني فشل في علاج الوضع ده. تيجي بعد كده تشينجز فاسكولار. طيب البلاد فيسلز او الفيسلز عموما اللي داخل التيومر دي، يا اما يكون بلاد فيسل يا اما تكون ليمفاتيك فيسل. فبناء عليه في عندي تشينج اسمه تيلانجكتيزيا، اللي هو ايه؟ دايلاتيشن في البلاد فيسل اللي عامل سبلاي للفايبرويد تيومر. طب ده مشكلته في ايه؟ ان هو لو حصل له رابتشر لاي سبب إن كان ممكن يعمل انترنال هيمرج. طيب حاجه تانية، انا في ليمفاتيك فيسل جايلي اللي هو والليمف برضو لو وسع هيعمل حاجة اسمها ليمفانجكتيزيا، اللي هو دايلاتيشن في الليمفاتكس، ودي لو حصل رابشر هيحصل فيبروزز وتعمل دنس ادهيجنز جامدة جدا. يبقى عندي
البلاد فيسل ممكن يحصل له دايلاتيشن يبقى اسمها تيلانجكتيزيا، والليمف فيسل ممكن يحصل له دايلاتيشن يبقى اسمها ليمفانجكتيزيا، وكمان ممكن البلاد فيسل ده لاي سبب من الاسباب يحصل له تورشن. طب ولو حصل تورشن ايه اللي هيحصل؟ التيومر ده هيموت ويعمل على طول اكيوت ابدومين، وده يحصل اكتر في انهي فايبرويد؟ لو كان الفايبرويد ده بدانكيليتد والبلاد فيسل داخل له من البيديكل بتاعته، فلو حصل تورشن لاي سبب من الاسباب ممكن يحصل نكروزز ويبقى في حاجه اسمها اكيوت ابدومين وسيفير بين علشان التورشن اللي حصل ده. واخيرا التشينج اللي هو بتاع الانفلاميشن، وده متوقع لو كان التيومر ده عامل بوليب اكستندنج توارد الفاجينا او السيرفكس وفي الساب ميوكس، لان اي ألسر ممكن تبقى لايبل فور انفكشن، وبالتالي فالانفكشن ده التشينج متوقع في البوليب او التيومر الفايبرويد اللي عامل بوليب وفي الساب ميوكس. طيب وفي اخر حاجة هي المالجنان ترانسفورميشن او المالجنان تشينج، وده لازم نعرف عنه معلومة ان هو رير جدا جدا جدا. طيب امتى اعمله سسبكشن؟ لو لقيت ان التيومر ده او السايز بتاع التيومر عمال بيكبر وان التيومر بقى فيكسد. كلمة فيكسد معنى كده ان هو عمل دايركت سبريد ومسك في الاورجنز اللي حواليه. اعرفه ازاي؟ ان انا لما اخد منه بايوبسي الاقي اكتر من 10 هاي ميتوتيك فيجرز، 10 ميتوتيك فيجرز بير هاي باور فيلد. لو انا لقيت 10 ميتوتيك فيجرز اللي هم اتيبيكال ميتوتيك فيجرز الحاجات اللي احنا فاكرينها في تيومرز كان في تشينجز كده، لو لقيت اكتر من 10 في الهاي باور فيلد بقول ان ده دايجنوستيك ان دي ليو مايو ساركوما. يبقى كده التشينجز نراجع عليها في السيركلز على طول كده: رقم 1 هايلاين تشينج، 2 سودوسيستيك ديجنريشن، 3 فاتي، 4 رسب عليه كالسيوم كالسيفيكيشن، 5 ريد ديجنريشن وقلنا ازاي نتعالج معاه ميديكالي، و6 ممكن يحصل اتروفي لو البلاد فيسل اتقفل لاي سبب من الاسباب ولكن بطريقه كرونيك. وبعد كده البلاد فيسلز اللي داخلالي او الفيسلز اللي داخلالي كان فيه تيلانجكتيزيا وليمفانجكتيزيا وتورشن، وبعد كده الانفلاميشن والمالجنانت ترانسفورميشن. نيجي بعد كده للكلينيكال بيكتشر بتاعت الفايبرويد تيومر. اول كلينيكال بيكتشر للفايبرويد تيومر او اول كلمه عايزك تعرفها ان هو اسيمتوماتيك. في ناس كتير قوي، في فيميلز كتيره قوي عندها الفايبرويد تيومر ولكن مش عارفه اسيمتوماتيك. امال بيبقى ايه؟ اكسيدنتالي ديسكفرد او انسيدنتالي بمعنى اصح ديسكفرد. بتعمل الترا ساوند لاي سبب ان كان والدكتور بتقول لها ان في عندك فايبرويد. طيب لو جه بريزنتد هيبقى بريزنتد بايه؟ واشهر مانيفيستاشن ايه؟ يوتيراين بليدنج. يوتيراين بليدنج اللي بيبقى اكسس عن الطبيعي وبالتالي بيبقى معاه انيميا. كلمه انيميا مهمه قوي في الفايبرويد وهقول لكم ليه. كلمه انيميا مهمه جدا في الفايبرويد. طيب اليوتراين بليدنج ده ان ذا فورم اوف ايه؟ هل هو اي يوتراين بليدنج بيبقى شوك على طول في فايبرويد؟ لا، البليدنج بيبقى اكتر في الدوره العاديه بتاعه الفيميل، بمعنى ان الفيميل دي هيبقى عندها حاجة قلناها في مصطلحات البيريود اسمها مينوراجيا او بولي مينوريا. طب ايه اللي خلى كده؟ اللي خلى عند الفيميل اللي عندها فيبرويد المينوراجيا او البولي مينوريا ان اليوتراين كافيتي كان زمان قبل كده عبارة عن الكافيتي ده بس، ولكن بعد وجود الفيبرويد السيرفس اريا اللي بيحصل منها المنسز زادت عشان بقى فيها التيومر موجود. السيرفس اريا اللي بيحصل منها المنسز اصلا زادت، فبالتالي كم البليدنج هيزيد. ده بالاضافه الى الهاي بلاد سبلاي اللي بياخده التيومر برضو بيؤدي الى الزياده. فالبليدنج اما يكون مينوراجيا يعني في نفس
وقت البيريود ولكن البليدنج هيزيد عليها، يا اما ان ذا فورم اوف متروراجيا، وده يحصل فين؟ لو في بوليب والبوليب ده حصل له ألسريشن، فده يعمل بليدنج في وقت هو مش وقت البيريود. يبقى كده يا شباب البليدنج ممكن يكون عن طريق مينوراجيا او البوليمينوريا، ودي عرفنا سببها ان السيرفس اريا اللي بيحصل منها المنسز بقت اكتر علشان بريسنز اوف الفايبرويد، وممكن يكون البليدنج على هيئة متروراجيا اللي هو بليدنج مش في ميعاده. ليه؟ لو كان في بوليب والبوليب ده حصل له ألسريشن وبدأ يعمل بليدنج، يبقى البليدنج يا اما حاجة من اتنين، يا اما في وقت البيريود، في وقت البيريود يبقى كتير علشان السيرفس اريا زادت، او بره البيريود لما يبقى هناك في ألسريشن وبليدنج من التيومر. بعد اهم سيمتوم اللي هو البليدنج نيجي بعد كده الانفرتيليتي، والانفرتيليتي في الفايبرويد تيومر ممكن يكون لسبب اناتوميكال، زي ما احنا شايفين كده التيومر ده لو كبر قوي ممكن يعمل بلوكج للاوبننج بتاعه التيوب فيمنع وصول السبرم للاوفم، ممكن كمان يبقى موجود في اليوترس وكبير قوي زي ده ويمنع حدوث الامبلانتيشن نفسه، وممكن يبقى موجود في السيرفكس زي ده ويكبر ويقفل الكنال ويمنع اصلا السبرم يطلع لفوق، وممكن يكون فيسيولوجيكال ديو تو فيسيولوجيكال كوز علشان اسوشيتد ان اوفيوليشن مع الفايبرويد لاي سبب كان. وبعد الانفيرتيليتي ممكن يبقى فيه ديسشارج، والديسشارج ده يا اما يكون ليوكوريا يعني زياده في النورمال ديسشارج بتاع الفيميل، او يقلب ويبقى ميوكوبيريلنت. لو كان زياده في النورمال ديسشارج بتاع الفيميل ده حاجه متوقعه، ليه؟ علشان بلاد سبلاي كتير قوي جاي ففي سيرفيس اريا كتيره، نفس الفكره بتاعه البليدنج زياده في وقت البيريود. اما لو كان ميوكوبيريلنت كان الفكره الثانيه بتاعه الميتروراجيا، هيحصل ألسريشن وعليها اون توب انفكشن فيبقى فيه ميوكوبيريلنت ديسشارج. يتفضل عندنا كده حاجه اسمها بريجننسي كومبليكيشنز، يعني ايه العلاقه ما بين الفايبرويد والبريجننسي، وده هنتكلم عليه لوحده قدام شويه. وبعد كده البين، وده المهم عندي في كلمه اكيوت ابدومن، امتى يبقى في اكيوت ابدومن في حالات الفايبرويد؟ لازم تبقى عارف الكلام ده في حاله التورشن وفي حاله الريد ديجنريشن وفي حاله الانفلاميشن. دي حالات اللي يبقى فيها اكيوت ابدومن ديو تو الفايبرويد، او ليه الفايبرويد يعمل اكيوت ابدومن. وبعد كده البريشر مانيفستيشنز، والبريشر مانيفستيشنز دي بتبقى موجوده في السيرفايكال فايبرويد، واخيرا سويلنج. السويلنج ده بلفيك، واحنا قلنا المعلومه دي من الاول خالص ان ذا موست كومن سويلنج او الكومنست في ميل بلفيك سويلنج هو الفايبرويد. لما نيجي نلخص السيمتومز هيبقى اول كلمه لازم تعرفها ان هو كلمه اسيمتوماتيك، بعد كده عايز تحفظ السيمتومز it is a swelling، يبقى ده اول سيمتوم which بيعمل اكتر حاجه بيعملها لازم تبقى حافظها قوي bleeding، بعد كده البين، بعد كده البريشر مانيفستيشن، بعد كده البريجننسي كومبليكيشن، بعد كده الانفيرتيليتي وعرفنا بيعمل انفيرتيليتي ليه، واخر حاجه دي سوري مش اس الاي دي بتاعت السويلنج اللي بيعمل بليدنج وممكن يعمل بين وبريشر مانيفستيشن وليه بريجننسي كومبليكيشن وانفيرتيليتي كومبليكيشن ويعمل ديسشارج، وقلنا الديسشارج ده ليه طبيعتين، الاي دي بتاعته ان هو يبقى فايبرويد. دي كده السيمتومز باختصار بتاعت الفايبرويد تيومر. ان شاء الله في المره الجايه نقول المانجمنت وبقيه الدايجنوزز والدايجنوزز، يبقى انتم متوقعين بدايه الحصه الجايه تبقى كلمه دايجنوزز، وكلمه دايجنوز تبقى على طول هيستوري واكزامينشن وانفستيجيشن. قلنا من الهيستوري السيمتومز اللي ممكن تبقى موجوده عن الفيميل انا هسالها عليها او هي هتيجي تقولها لي من نفسها، وبعد كده المره الجايه ان شاء الله هنبدا نتكلم عن الاكزامينشن. ومن غير ما اقول انت هتقول لي الاكزامينشن اكيد في الحصه الجايه في حاجه اسمها جنرال اكزامينشن وفي حاجه اسمها لوكال اكزامينشن.
إن شاء الله نكمل المرة الجاية.